بغيت نشكر جميع الحضور، منهم فنانة منهم مغنيين اللي حضروا وشرفونا اليوم. كان هذا اليوم جمع سميته انا مجمع الحباب، الحمد لله كان في كاع الحباب جميع الميادين ديال تنظيم الحفلات كان مجموع، من الفوتوغراف منهم مغنيين منهم يعني السونوريزاسيون، يعني كاع الناس اللي عندهم علاقه بالميدان ديال الحفلات. بسم الله تجاوزنا الحمد لله، يعني الكليان ديالنا اللي عطى لي زافونس ديالو، بقينا معاهم تدريجيا، يعني كاين الناس اللي ردينا الفلوس، وكاين الناس الان دابا باقي كنعطيهم يعني واحد البارتي، كاين الناس اللي اجلوا المناسبه ديالتهم، يعني هاد كنبشروا ان شاء الله يكون الخير باذن الله هذا الصيف هذا، يعني كلشي الناس هزا واحد شنو نقول لك، يعني كلشي متحمسه باش يكون هذا الصيف ان شاء الله يكون احسن صيف. الوسائل ديال الاعلام اللي حضرات معنا اليوم، اللي كبرات بين الله يكبر بهم، وكنقول لهم شكرا بزاف، شكرا شكرا شكرا، ومرحبا بهم اي مناسبه، مرحبا دارهم. السلام عليكم، معكم فنانة زهيرة الرباطية. أنا كان لي الشرف اليوم نكون حاضرة في هذا الافتتاح، نتمنى له التوفيق إن شاء الله، وهذا الشيء غزال ما شاء الله. كنتمنى إن شاء الله نكون خلقت جو زوين للناس ونشطوا، وكنتمنى هذا الشيء إن شاء الله يتيسر المول اللي معني بالأمر إن شاء الله. كنقول لهم عواشر مبروكة بالصحة والسلامة وطولة العمر، وباش ما تمناو، وكنبغي نقول الله يخفف منازل يا ربي وترجع الحياة إن شاء الله الله حسن ما كانت يا رب. تبارك الله عليكم. كم سهيل السير المعروف بولا باسمي وباسم الفريق ديالي، تنبغي نشكر الناس اللي داروا هذا الافطار وجميع الفنانين اللي كانوا مجموعين، وهذا بحال الشيخ سبقى يكون ديما ان شاء الله، يكونوا ديما مجموعين وفرحانين اللي كانوا اليوم حاضرين واللي حضروا لهذا الافطار الجماعي اللي كان في المنتزه في مدينه الدار البيضاء. وبغيت نشكر كاع الناس اللي سهروا على هذا الافطار، ونبغوا نشوفوا بحال هذه اللمه ديما ان شاء الله في جميع الليالي الرمضانيه اللي باقا ان شاء الله، برمضان وبلا رمضان ان شاء الله. بعد واحد التوقف اللي دام سنتين ماشي سهله لا لينا لا للناس، ما فرحوش، ولكن هذا الشيء كان اجراءات اللي هي صحيه وصالح المجتمع وصالح الكل، حنا التزمنا، ودابا جا الوقت اللي نفرحوا ونفرحوا كاملين حنا ومغاربه، ونبقاو نفرحوا ونزيدوا فرحوا، ونتمنوا لبلادنا ان شاء الله ولسيدنا الفرح دائم، الفرح دائم ان شاء الله لجميع العرب والمسلمين ان شاء الله. ديالي ليلى العلامي، مدونة موضة، وكنهتم باللايف ستايل بالموضة وبجميع الأمور اللي كيهتموا بها النساء ديال المغرب. تخيطوغ على الدعوة الكريمة، وبطبيعة الحال تبارك الله رائع، التنظيم رائع والأكل جميل جدا والأجواء الرمضانية جميلة جدا، جميلة وسي. وكنشكر جميع الحضور طبيعة الحال، وكنشكر جميع الناس اللي كيشاركوا السيدريس في هذا ليفينمون، الله يكمل عليه بالخير والله يوفقه.